بهي الطريقة يلي عم تعتذري فيها مني طالعة عم تتفضلي علي. خلي اعتذارك معك، ما جبتي جزدانك؟ انزلي خدي وروحي من هون فورا، ولما بتكوني قدرانة يطلع اعتذارك من قلبك تعالي واعتذري. يلا باي وموفقة. بترجاك لو سمحت تقبل تسامحني. شوف هاد كان غلطي، فليش انت عم تعاقب الكل على هاد الشي؟ اليوم بدنا نعمل مباراة كريكت مشان فيراني الساعة 4، وهنيك إذا شافني رايحة بدون ما يكون زوجي معي أكيد رح يعصب. ليك بترجاك، أنا بعترف أني غلطت بالشي اللي قلته وأني بستحق أنه أتعاقب على هالشي، لهيك بوعدك أني رح أعمل كل شي بدك ياه.